السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تطبيق أو موقع اسمه أينو طلع جديد، عبارة إن أنت تقدر تسأله زي ما بتسأل شات جي بي تي عن تحليل منطقة معينة، يبدأ إن هو يعمل لك أناليسيس للخريطة وللسايت اللي موجود بشكل المذهل دوت. تمام، تقدر تختار أي مكان ويعمل لك كالكوليت للأريا زي ما أنت عايز. احسب لي ريشيو اوف توتال اريا اوف بيلدينج في ثواني، يبدا ان هو يحسبها لك. دي طبعا هتعمل نقله، وده المتوقع ان هو يحصل في ال كيو جي اس وفي الارك جي اس برو والحاجات دي كلها. تمام، ان انت تستخدم الذكاء الاصطناعي تمام في الشغل بتاعك، ان انت تلاقي اي داتا انت عايزها. تمام، الخريطة موجودة، تقدر تقول له اعمل لي اناليسز للبيلدينج مثلا بين مثلا ايمج، لما تحط شرطة بيبدأ يجيب لك الحاجات اللي انت ممكن تشتغل عليها. تمام، ممكن تقول له انا عايزك تعمل لي اناليسيس مثلا الكافيه في النقطه اللي انا فيها 5 دقايق مشي، اقترح عليا. تمام، يبدا يجيب لك الخريطه ويبدا يجيب لك تحليل للداتا اللي انت عايزها. وريني المدارس اللي موجوده في المنطقه الفلانيه، يبدا ان هو يعمل لك اناليسيس ويجيب لك كل المدارس اللي موجوده في المكان اللي انت موجود فيه. ممكن نقول له يوجد مثلا البيلدينج او عايز منطقة معينة، يبدأ ان هو يجيب لنا معلومات عن المنطقة ديت. جاب لنا اسامي كل المدارس الموجودة في المكان اللي احنا اخترناه هوت. فأي داتا انت عايزها اناليسز للخريطة يبدأ ان هو يجيبها لك. قلنا له بقى ادينا معلومات عن روما. المانيا. تمام، فتقدر تعمل اناليسيس لاي حاجه انت عايزها. فنقله كبيره جدا في مجال الخرائط. ايجيبت هيت سكول ان كايرو، خلينا كايرو ايجيبت. فبيدور على المدارس اللي موجودة في القاهرة. فالذكاء الاصطناعي دخل في الخريطة بقوة، بيقول لك المدارس كتير بقى، فهو عادي يركز على أهم المدارس اهوت، جابهم لنا في القاهرة. موقع خطير.